عارف أن المغناطيسات تؤثر بعضها في بعض، فعند تقريبهما المغناطيسين أحدهما من الآخر يلاحظ أنهما ينجذبان أو يتنافران. وتسمى قوة التجاذب أو التنافر هذه بالقوة المغناطيسية. المغناطيس يجذب الأجسام المصنوعة من الحديد. كما أن المغناطيس يكون حوله مجاله يعرف بالمجال المغناطيسي. المغناطيسات التي نستعملها والتي نلعب بها ذات أشكال وحجوم مختلفة، بعضها أسطواني وبعضها على شكل حلقة وشكل دائري وشكل حذاء فرس وغير ذلك. أقطاب المغناطيس: للمغناطيس قطبان، أحدهما يسمى القطب الشمالي ويرمز له عادة بالرمز شين أو أن، والآخر القطب الجنوبي ويرمز له بالرمز جين أو حرف أس. وتكون قوة المغناطيس أكبر ما تكون عند كل قطب. ماذا يحدث إذا علقنا مغناطيسين تعليقا حرا من وسطيهما؟ فنجد أن الأقطاب المتشابهة تتنافر، أما الأقطاب المختلفة فتتجاذب. فالقطب الشمالي للمغناطيس يتنافر مع القطب الشمالي لمغناطيس آخر، ولكنه يتجاذب مع قطبه الجنوبي، أي أن الأقطاب تشبه الشحنات الكهربائية. الطيف المغناطيسي: عند ذر برادة الحديد على ورق مقوى موضوع فوق مغناطيس تترتب حبيبات وفق خطوط تسمى خطوط الحقل، مكونة ما ندعوه الطيف المغناطيسي. ويتميز طيف القضيب المغناطيسي بشكل متناظر بالنسبة لخط الحقل المنطبق على محوره. الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي. أولاً نقوم بنظر البرادة كما في الشكل. ثم نقوم بإيصال التيار الكهربائي. نلاحظ أنها تكونت دوائر متحدة المركز حول السلك المستقيم، وهي تمثل اتجاه مجال المغناطيس. تجربة مغناطيسية لابلاس: الأدوات: بطارية تعطي التيار شدته عالية، مغناطيس على شكل حرف U يعطي مجالا مغناطيسيا منتظما وسلكا مستقيم. نقوم بإغلاق الدارة الكهربائية، نلاحظ تحرك السلك نحو الداخل. نقوم بقلب المغناطيس ليتغير اتجاه المجال المغناطيسي. نقوم بغلق الدائرة الكهربائية فنلاحظ تحركه نحو الاتجاه الآخر.